ممكن أقول يعني إنه السودان رمز للشباب، شباب يعني شباب متفتح جدا، شباب مثقف جدا، وطبعا الشباب هو التطور يعني، فالشباب هو المستقبل، فدائما الشباب يعني يملك الجديد. فإذا مثلا على صعيد مثلا الإداري، إذا جبنا يعني شباب خلناهم مسكناهم إدارة، دائما حيكون يقدم لك كل ما هو جديد، حيطورك، حيتمشي انت لقدام، والشعب أو السودان عموما حيتطور. مال الاقتصاد ايكونومكس. الاقتصاد ده يعني هو بيفهمك اول حاجه اقتصاد الدوله، اقتصاد العالم، كيف ان انت ممكن يعني يوريك ان انت كيف تقسم حياتك، يعني حساباتك، حساب بيتك،
كيف تقسم مصاريفك، بديك بتحس انه هو بيديك نوع كده من المسؤوليه، ما مبذر مثلا في حياتك. فانت بتكون عارف اذا مثلا الليله صرفت كده بكره انت ما حيكون عندك المبلغ ده، فانت بتكون حذر بتصرفاتك، بتخد دائما حسابات، ما عندك فكره عن الخطوه دي ما تقدر تمشيها. يعني في ناس يخشوا السوق يصرفوا ملايين، اقتصاد الدوله ده عامه بيوريك انه الدوله الكميه بتاعت القروش اللي بتدخل الدوله، الكميه بتاعت القروش اللي بتمرق، القروش اللي بتمرق من الدوله، الكميه بتاعت القروش اللي قاعده، مثلا الكميه بتاعت القروش اللي بتكون قاعده في الدوله دي بتيجي من البترول، من المواشي، من المويه، من الكهرباء، الحاجات اللي